معادلة الضرب أحولها إلى معادلة قسمة، لاحظ 3 في كي يساوي 12، حتى أجد قيمة الكي نقول يساوي 12، هنا 3 مضروبة بالكي نقول تقسيم 3، والكي راح يساوي 4. هنا عندي 5 واي يساوي 35، هنا 5 مضروبة بالواي، هنا خال علامة ضرب، هنا ما خال علامة ضرب، كل الأحوال هي ضرب، فالواي يساوي سالب 35 تقسيم 5، واي يساوي سالب على الموجب سالب 35 تقسيم 5 7. هنا معادلة قسمة أحولها إلى معادلة ضرب، الأكس ينزل يساوي أنزل سالب 6، هاي القسمة أحولها إلى ضرب في 4، أكس يساوي الموجب بالسالب سالب وأربعة في ستة هي 24. لاحظ هنا الأم مقسوم عليه، فهنا الأم حول الجهة الثانية، يعني أقول 32 حولها إلى معادلة الضرب يساوي 2 في أم. معادلة الضرب أرجحها قسمة، مثل ما هي معادلة الضرب حولناها قسمة، هنا عندي معادلة الضرب 2 في أم يساوي 32، أقول الأم يساوي 32 تقسيم 2، والأم يساوي 16.